الإسكندرية بوابة مصر الحضارية عبر العصور المختلفة ونافذتها الرئيسية على البحر المتوسط. كانت ولا زالت ملاذاً آمناً لكل من لجأ إليها مسالماً على اختلاف عرقه وجنسه وديانته، فانصهر الوافدون إليها في بوتقة مصر الحضارية، وتخلف عن ذلك تراثاً إنسانياً وآثاراً حفظها المصريون قديماً واحتفوا بها حديثاً. وقد جاء اهتمام الدولة المصرية بصيانة آثارها باعتبارها إرثاً وتراثاً للإنسانية جمعاء. معبد إلياهو هانبي يعد من أقدم وأشهر المعابد اليهودية بالإسكندرية، ويقع بشارع النبي دانيال في وسط المدينة مجاوراً للعديد من المعالم التاريخية الهامة. ينسب المعبد إلى النبي إلياهو هانبي أحد أنبياء بني إسرائيل الذي عاش في القرن الثامن قبل الميلاد، وقد شيدته الجالية اليهودية سنة 1354 من الميلاد. تعرض المعبد للتدمير على يد الحملة الفرنسية لاعتراض مبانيه لمسار نيران المدفعية عام 1798، وأعيد بناؤه مرة أخرى عام 1850 في عصر والي مصر عباس حلمي الأول، كما أعيد بناء المعبد عام 1881 في عهد الخديوي توفيق. وتبلغ مساحة المعبد الحالية 4200 متر مربع، وهو عبارة عن طابقين، طابق للرجال والثاني للسيدات. ويحتوي المعبد على مكتبة مركزية قيمة يعود تاريخها إلى القرن الخامس عشر من الميلاد، كما يضم صفوفاً من المقاعد الخشبية تسع لسبعمائة شخص، وصناديق من الرخام مخصصة لجمع التبرعات، وعدداً من المكاتب الخدمية الخاصة بالطائفة اليهودية. بوسائل الإضاءة التي تلائم طبيعة المبنى الدينية والأثرية.
هذا الأثر المصري حققت مصر إنجازا جديدا في مجال حفظ التراث الإنساني وصيانة الآثار التاريخية، لتثبت للعالم كله ريادتها ومكانتها بين دول العالم الأكثر تحضراً.